السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امبارح في إحدى الرسائل اللي جات لي واحد طالب مني إني أرد على فيديو جديد عامله واحد منصر معروف اللي هو اسمه رشيد، دايما بيعمل كده حلقات بيكذب فيها على القرآن وعلى الإسلام وكده. وأنا عادة ما بردش على الناس دي، راح ما عندوش وقت يرد على الحاجات اللي بيعملوها، لكن يعني استهواني إني أبص بصة الفيديو كمان قصير فبصيت عليه، لقيته بيقول لك إن في خطأ قاتل في القرآن. إيه بقى الخطأ القاتل ده؟ قال لك إنه القرآن في آية اللي هي الآية 32 في المائدة اللي بتقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال لك ده خطأ قاتل. ليه بقى؟ قال لك مدام ربنا بيقول، أو يعني عندكم في القرآن بيقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، هيكون كتب عليهم فين يعني؟ التوراة أو الزبور، والزبور عبارة عن أناشيد روحية، يبقى أكيد في التوراة. إيه رأيكم بقى إن التوراة ما فيش فيها الآية دي؟ يبقى ده خطأ قاتل عندكم. والآية دي موجودة لكن في التلمود اللي هي شروح وتعاليم تناقلها أحبار اليهود عبر الزمان، ماشي؟ يبقى قال هو بيقول بقى ان اللي فبرك القران عندكم واللي كتب القران عندكم اتلخبط، معرفش هي في التوراه ولا حاجات مشروحه، فراح كاتب كتبنا على بني اسرائيل. كتبنا على بني اسرائيل يبقى لازم تبقى في التوراه، وهي مش في التوراه فده خطا قتل. طيب، اول خطا زرعه رشيد في راس المشاهد هو انه اوحى له ان بني اسرائيل لم ينزل لهم الا موسى كنبي، وإن التوراة والزبور هم دول بس الكتابين اللي نزلوا لبني إسرائيل، بينما إحنا كمسلمين نؤمن إن هناك آلاف الأنبياء نزلوا لبني إسرائيل، وصحف كثيرة جدا لبني إسرائيل. موسى لوحده نزل له صحف كتير، يعني اللي فاكر إن سيدنا موسى ما نزلوش إلا التوراة يبقى مخطئ. طبقا للقرآن الكريم سورة النجم 36 ربنا بيقول إيه؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى. يبقى موسى نزل له عدة صحف. البقرة 53: وإذ آتينا موسى الكتاب اللي هو التوراة والفرقان لعلكم تهتدون. إذن سيدنا موسى أوتي الكتاب والفرقان. إيه الفرقان ده؟ قد تكون كتاب آخر اسمه الفرقان، قد تكون وحي، هو بالتأكيد وحي، ده ربنا بيقول آتينا يعني إحنا جبنا له أو we brought him الفرقان، إذن هو وحي من الله، زي ما كده عندنا القرآن والسنة الاثنين وحي، لكن القرآن وحي من الله بألفاظ وبكلام الله، والسنة وحي من الله بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وتعبر هو عنها. يبقى ممكن الكتاب هنا هو التوراة بألفاظها التي نزلت من الله، والفرقان يكون wisdom، يكون شيء من الحكمة أوتيها سيدنا موسى في هيئة وحي لكنه عبر عنها بكلامه هو. ممكن ده يكون تم تناقل هذه التعاليم شفهيا عبر الزمان. التلمود هو التعاليم الشفهية verbal instructions اللي الأحبار من بني إسرائيل تناقلوها عبر الزمان، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو موضوع. لذلك نجد التعبير القرآني دقيق جدا فيما هو في التوراة وما هو في التعاليم الشفهية اللي بتوازي عندنا السنة أو التعاليم الموجودة في صحف أخرى. ففي حالة تعاليم التوراة القرآن بمنتهى الوضوح يقول أنها مكتوبة في التوراة، مثل حكم إيه؟ حكم أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، ده موجود في سفر التثنية اللي هي التوراة أو الـ Old Testament أو اللي هو العهد القديم بتاع المسيحيين. هنلاقي في سفر التثنية الإصحاح 19 العدد 21: لا تشفق عينك نفس بنفس وعين بعين وسن بسن يد بيد رجل برجل. القرآن قال بمنتهى الدقة إن ده في التوراة. قال إيه؟ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق له به فهو كفارة له. وكتبنا عليهم فيها
اللي هي ايه؟ ارجع ايه لورا، الايه اللي قبلها بتقول ايه؟ اللي هي الايه 44 في سوره المائده، انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله. اذا الايه اللي بعدها بتقول وكتبنا عليهم فيها، تقصد التوراه. اذا في بمنتهى الدقه القرانيه لما تكون الايه في التوراه ربنا بيقول في التوراه، لكن لما تبقى مش في التوراه، سواء بقى في التعاليم اللي نزلها ربنا على بني اسرائيل في غير التوراه او في صحف موسى او في الفرقان لكن مش في التوراه، ربنا يقول ايه؟ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل، وما قالش فيها، وما قالش في التوراه. خلي بالك الايه 32 في المائده اللي رشيد استغلها عشان يقول ان في خطأ قاطئ في القرآن، دي آية في منتهى الدقة لانها ما قالتش من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل فيها او في التوراة. قالك ايه؟ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. سبحان الله، الآية دي انا لسه من اسبوعين أريها بالترجمة الجديدة بتاعت القرآن بتاعت بريدجز فاونديشن، أريها في اليوم العالمي لقوات حفظ السلام اللي اتعمل في لندن، والفيديو هحطه لكم في الانستراكشنز ادونا عليه شوية فيوز. فليس من العجيب ان احنا نجد الآية دي في التلمود اللي هو التعاليم اللي هو الشروح الشفهية اللي تناقلها الأحبار عبر القرون ثم سجلوها وكتبوها. ده يعني هذا يعني القرآن قال فيه بمنتهى الدقة إنه في التوراة، وده قال فيه القرآن بمنتهى الدقة إنه مش في التوراة. أنا لو مكان رشيد واكتشفت الدقة القرآنية دي كان مفروض أقفل بوقي خالص بدل ملفت نظر الناس لدقة القرآن. لكن السؤال هو، هل كنت عارف يا رشيد واخد بالك من الدقة القرآنية دي وإن الآية اللي أنت ذكرتها لم تقل في التوراة ولم تقل فيها، لكنك اوحيت للناس ان مدام قالت كتبنا على بني اسرائيل يبقى لازم في التوراه، هل كنت عارف ولا مش عارف؟ ما حاجه من اتنين، يا عارف يا مش عارف. لو كنت عارف واوحيت للناس بغير كده يبقى انت قصدت تضلل المشاهد بتاعك، استغليت جهل المشاهد بالقران او باللغه وقصدت تدخل في دماغه مفهوم خاطئ. لو كنت مش عارف يبقى انت كنت جاهل وبتتكلم بدون علم في موضوع انت جاهل فيه. يعني يا مضلل يا جاهل، قول لنا بقى. انا شخصيا كمشاهد لن اضيع وقتي في مشاهده فيديوهاتك بعد كده لو انت فضلت تستغل جهلي بالقران وباللغه عشان تبث في راسي وفي عقلي سمومك. لن اسمع ابدا لانسان مضلل او جاهل، وادعو الناس انها اللي بتتفرج على فيديوهاتك حتى من باب العلم بالشيء والفضول ما تضيعوش وقتكم. ربنا له قدر في نفوس الناس، مش مفروض نقلل قدر ربنا بان نفضل نسمع لناس بتسب ربنا، بتشتم ربنا، بتشتم كتاب ربنا، بتشتم نبي ربنا. هو ده الفرق بيننا وبينهم يا جماعه. احنا بنؤمن بكل الانبياء وبكل الكتب، لكن هم لا. اليهود ما اعترفوش بسيدنا عيسى ولا بالكتاب بتاعه ولا بسيدنا محمد ولا الكتاب بتاعه. المسيحيين ما اعترفوش بسيدنا محمد ولا بالكتاب بتاعه. احنا بنعترف بكل الكتب وبكل الانبياء، والمفروض ان احنا ما نضيعش وقتنا مع الناس المضللين دول. شكرا جزيلا، وان شاء الله نشوفكم في حلقات ذكرى وعبرة، وكملوا الفرجة على حلقات ذكرى وعبرة. وانا سعيد جدا بالكومنتس بتاعتكم وبكل الرسائل اللي بتوصل.